هل كانت الأخبار في بدايتها مقلقة لدرجة إن رئيس أمريكا يقطع أجازته ويحصل اجتماع لرؤساء الأركان؟ ليه كل الاهتمام الأمريكي ده برئيس إيران الراحل من اللحظات الأولى، مع إن الطبيعي إن الناس كانت متوقعة إنه اختفاء للطائرة في سبب لسبب ما ويتم إنقاذ الرئيس؟ على الأقل ده كان الانطباع اللي عندي. تعالوا نعرف يعني تحليليا أكتر إيه الموقف ده وكيفية التعامل معاه من الأطراف المختلفة، من دكتور محمد عباس ناجي خبير الشؤون الإيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. دكتور يعني حضرتك يعني أكيد ما أعلنته إيران هي حرة فيما تعلنه عندها، لكن التعليق اللي جاي من إسرائيل ثم التعقيب أو ما حدث في الولايات المتحدة من اتهام من اهتمام متسارع جدا وفي وقت قصير جدا يخلينا بقى عندنا علامات استفهام، هل نفسها عندك؟ طبعا، لكن ممكن نجاوب عليها بأنه محاولة لإبراء الذمة من تهمة قد توجه إلى أي من الطرفين بأنه مسؤول عما حدث. لماذا يحدث ذلك؟ لأن هناك تصعيد شديد في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، وهناك مواجهة عسكرية حدثت للمرة الأولى بين إيران وإسرائيل في الشهر الماضي، وبالتالي قد يحدث وسط هذا كله خطأ في الحسابات على سبيل المثال. وقد يتصور البعض بالفعل أنه طائرة الرئيس أسقطت عمدا لعمل تخريبي من الخارج، وبالتالي هذا يؤثر على مستوى التصعيد، قد يؤدي إلى اتجاه إيران إلى رفع مستوى الهجمات ضد إسرائيل أو الإعاز إلى ميليشيات الموالية لها بتنفيذ هذا الأمر أو استهداف القواعد الأمريكية وهكذا. وبالتالي تل أبيب وواشنطن ارتأت في هذه اللحظة ضرورة توجيه رسالة استباقية بأنه لسنا نحن المتورطين في هذا الأمر، وبالتالي هم يشيرون لأنه ربما تكون هناك ما أسباب بص يا دكتور، أخرى هي المتحدثة. حضرتك كررت جملته ليس نحن المتورطين، إذن هناك متورطون. ليس بالضرورة، لأنه هو قد يحاول إعطاء الانطباع بأنه بالفعل قد يكون هناك متورطون آخرون، ولا يمكن في كل الأحوال استبعاد ذلك، لأنه كما قلت لحضرتك أنه هناك تصعيد في المنطقة، مواجهات عسكرية تحدث بين حين والآخر، وحتى على مستوى داخل إيران نفسها هناك توتر قائم على المستوى السياسي والأمني بين النظام وبين الشارع، وأيضا بين النظام وجماعات مسلحة محسوبة على القوميات. يعني النظام، إيران وجهت ضربات عسكرية داخل باكستان في يناير الماضي ضد جماعة جيش العدل على سبيل المثال، وهي جماعة مسلحة إيرانية، وهذا وبعض جماعات المعارضة سبق أن استهدفت مسؤولين في النظام. محمد علي رجائي الرئيس الثاني لإيران قتل بعد توليه منصبه بأربعة أسابيع فقط في 30 أغسطس 81 من جانب قوى المعارضة الإيرانية في الخارج، وبالتالي لا يمكن استبعاد أن يكون فعلا هناك متورطون في هذا الأمر. وإن كنت أنا شخصيا أعتقد أنه الاحتمال الأكثر ترجيحا هو الطقس السيء الذي أيضا توازى مع أن الرئيس استقل طائرة عمرها نحو 5 عقود. إيران لا تمتلك إمكانيات على مستوى الأسطول المدني ولا حتى العسكري، الطيران في إيران بدائي جدا ويعاني من عدم وجود قطع غيار، وبالتالي ربما يكون هذا هو السبب الذي أدى إلى سقوط الطائرة، خصوصا في ظل هذه الأجواء السيئة جدا في هذه المنطقة. طيب مع التغيرات اللي بتحدث دلوقتي وان هيبقى في رئيس جديد هياتي بعد فتره تقل عن 50 يوم، هل ده يعني باي شكل من الاشكال ان هيبقى في اي تغير في توجهات ايران في المنطقه؟ ما اعتقدش، لاسباب كثيره، اهمها انه اصلا مساحه تاثير الرئيس على السياسه الخارجيه في ايران ليست كبيره، لانه قضايا السياسه الخارجيه تحديدا ربما تضعها مؤسسات اخرى أو تحددها مؤسسات أخرى، اتجاهات العامة لهذه السياسات يضعها المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي وليس رئيس الجمهورية في إيران. هذا من ناحية، من ناحية ثانية لو لاحظنا أن النظام وجه رسالة فورية بأنه سيمضي قدما في نفس الأمر، يعني المرشد قال أنه إدارة الدولة لن تتأثر بما حدث، وسرعان ما كلف النائب الأول للرئيس محمد مخبر بتولي الأمر، وتم حتى تكليف علي باقري كونيه بتولي وزارة الخارجية، وهذا معناه أنه
النظام سيمضي كل من في نفس الطريق الذي كانت تسلكه حكومه رئيسي، لانه هذا الطريق او هذه السياسه التي كانت تتبناها حكومه الرئيس الراحل تحظى بتأييد وبدعم من جانب المرشد خامنئي وربما من جانب الحرس الثوري والمؤسسات الاخرى. طيب احنا بنتكلم على انتخابات مش كده؟ يعني انتخابات عامة، ولا شكل الانتخابات في ايران مختلف في انتخاب الرئيس؟ هل بتشارك فيه جموع الناس؟ ولو بتشارك فيه جموع الناس، هل ده يعني ان في احتمالات ان يبقى في مفاجآت موجودة في تغير النظام من خلال رئيس جديد قد لا يكون هو الذي يحظى بالتوافق بين القادة الايرانيين؟ لا اعتقد انه ستكون هناك مفاجات كبيره. اولا طبعا هي انتخابات عامه، يعني الناس سيتجهون الى صناديق الاقتراع عندما يتم تحديد موعد للانتخابات بعد 50 يوم، لكن قبل ذلك ستكون هناك مرحله تسمى في ايران بالفلتره، بمعنى ان هناك هيئه في ايران اسمها مجلس صيانه الدستور، مهمتها الاساسيه هي البت في ملفات المرشحين للانتخابات المختلفه، رئاسيه، مجلس شورى، برلمانيه، مجلس خبراء، اي شيء. المهم انه اي مرشح يريد المنافسه لابد ان يقدم اوراق ترشيح لهذه الجهه وهذه المؤسسه للبت في مدى صلاحيته او اهليته للترشح. لذلك لا اعتقد انه سيكون هناك مفاجات كبيره، لانه مجلس صيانه الدستور سيسعى الى هندسه هذه الانتخابات عبر اختيار شخصيات معينه، وانا اعتقد انه في الغالب ستكون شخصيات محسوبه على نفس تيار الرئيس الراحل، هو تيار المحافظين الاصوليين المتشددين، يعني بمعنى اخر سيكون هناك رئيس على نفس شاكله الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي، سيتبنى نفس السياسه نتيجه انه هذه السياسه في الاساس توضع من جانب المؤسسه الاهم في ايران وهي مؤسسه المرشد الاعلى للدين. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عباس ناجي، خبير الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.